كيفاش قلت لي جلسه الكبار كتبغي العبار؟ قال الشيخ اسيدي اللي يبغى اللحم ياخذ ضريبات الصغار. اللي يبغى اللحم ياخذ ضريبات الصغار، واللي يبغى الماء يحفر في بلاد السموار، واللي يبغى الماء يقصد بلاد السمار، واللي يبغى يجلس يجلس مع الناس الكبار، واللي يبغى يجمع يشوف الناس الكبار. لا مد منهم فايده يدي على الاخبار. الى مد منهم فايده يدي على الاخبار. نعم سيدي، الناس الكبار صاحبين الحكمه، الحكمه والرزانه والكلام الجيد والكلام بلاصتو، وما يدورش عليك ويطعم.